الرئيس السيسي يواجه بقيام صندوق مصر السيادي بتعزيز جهوده لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام. مدبولي يقول إن الحكومة تركز في الوقت الحالي على جذب الاستثمارات للعديد من القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني. أوكرانيا تعلن تضرر بنيتها التحتية للطاقة بشكل غير مسبوق، وروسيا تستهدف مجمعاً صناعياً لإنتاج المسيرات الهجومية. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة مصر تحركاتها المكثفة في كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي واستئناف المفاوضات بين الجانبين. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتهنئته على توليه منصبه رسميا ونجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة، أكد رئيس السيسي على ضرورة تجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي. كما شدد رئيس السيسي على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية الخاصة بمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي على امتداد الرقعة الجغرافية للجمهورية لما تمثله تلك المشروعات من زيادة الرقعة الزراعية وتوسيع نطاق الامتداد العمراني وإنشاء مجتمعات جديدة، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المتكاملة للدولة. وخلال اجتماع آخر مع عدد من المسؤولين، وجه الرئيس السيسي بقيام صندوق مصر السيادي بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الكهرباء الخاصة بالتغذية الكهربائية للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية. وقد عرض السيد وزير الكهرباء في هذا الإطار الموقف التنفيذي الخاص بتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية في جنوب الوادي وشرق العوينات والصعيد والدلتا الجديدة وسيناء، خاصة ما يتعلق بتحديد القدرات الكهربائية النهائية المطلوبة ومسارات الربط ومواقع محطات محولة الجهد الفائق. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير الموارد المالية الخاصة بمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي على امتداد الرقعة الجغرافية للجمهورية، أخذا في الاعتبار ما تمثله تلك المشروعات من زيادة الرقعة الزراعية وتوسيع نطاق الامتداد العمراني وإنشاء مجتمعات جديدة، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المتكاملة للدولة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. الاجتماع تناول متابعة نشاط صندوق مصر السيادي، وقد اطلع السيد الرئيس على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي لزيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، موجها سيادته بقيام الصندوق بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها وصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في ضوء كون صندوق مصر السيادي شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص الذي يعتبر بدوره شريكا أساسيا في مسيرة التنمية، خاصة من خلال قيام الصندوق بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعزيز عملية مشاركة القطاع الخاص.
وقد شهد الاجتماع عرض مجمل نشاط صندوق مصر السيادي خلال الفترة الماضية، حيث ساهم الصندوق منذ تأسيسه في جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد 14 مشروعاً وقيمة حوالي 37 مليار جنيه، والتي تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، خاصة الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم. كما تم استعراض جهود الصندوق في استغلال المباني والأصول الحكومية التي سيتم إخلاؤها تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. تم كذلك عرض الشراكات التي أبرمها صندوق مصر السيادي مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة، فضلاً عن عرض خطط عمل الصندوق الفرعي للطروحات وآلية تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بهدف إتاحة فرص استثمارية متنوعة وجذبة. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضاً على ملامح البرنامج الترويجي الذي يعتزم الصندوق طرحه في عدد من الدول الخليجية والأوروبية بشأن الفرص الاستثمارية في مصر لتعزيز خريطة الاستثمار، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، التي تتمحور حول الاستثمار في المشروعات القومية للتحول إلى الطاقة الخضراء ودعم التحول الرقمي والخدمات المالية، وكذلك التركيز على توطين الصناعة في عدد من القطاعات مثل الصناعات الدوائية واللقاحات ومستلزمات الطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية في بعض القطاعات الواعدة الأخرى مثل الاستصلاح الزراعي والبتروكيماويات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على تركيز الحكومة خلال هذه المرحلة على دفع جهود لجذب الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال خطوات جادة لتذليل كافة المعوقات والترويج للفرص الواعدة للاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي أكد أنه تم إنشاء وحدة بالهيئة تختص بالرخصة الذهبية، وأن هناك متابعة مستمرة ودقيقة لخطوات إصدار الرخصة مع كل من تقدم للحصول عليها يدويا أو إلكترونيا. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الدور الذي تقوم به كل من هيئة الإسعاف والهيئة العامة للتأمين الصحي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، لافتا إلى ضرورة استمرار جهود العمل على رفع كفاءتهما والتطوير الدائم لهما بما يعود بالنفع على المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة جهود هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث تم استعراض حجم الخدمات المقدمة من هيئة التأمين الصحي خلال عام، والتي يبلغ عدد المنتفعين منها نحو 69 مليونا و500 ألف منتفع. نظمت القوات المسلحة حفل انضمام الطلبة المستجدين المقبولين بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من الدفعة 119 حربية وما يعادلها من الكليات. أقسم بالله العظيم أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية، محافظا على سلاحي، لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد. قسم يتردد داخل نفوس المصريين جميعا، فكل عام تسري داخل شرايين جيشنا الباسل دماء مصرية جديدة من نبت شعب أصيل ليصبحوا حراس الوطن. عشت يا مصر وعاشوا حراس الوطن، جيل بعد جيل وشرعنا يكسر أي ريق، وده من بداية الدنيا والآخر الزمن. الدنيا واللي ده بصغير، تعلم يا أمي.
نظمت القوات المسلحة حفل انضمام الطلبة المستجدين المقبولين بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من الدفعة 119 حربية وما يعادلها من الكليات، حيث بدأ الاحتفال بعرض للموسيقات العسكرية واستعراض حرس الشرف أعقبه اصطفاف الطلبة الجدد بأرض الطابور، كما شارك طلبة الكلية الحربية زملائهم في الاحتفال باستقبالهم بعرض الفروسية والكفاءة البدنية والعرض العسكري لمقاتلي الكلية من مختلف السنوات الدراسية يتقدمهم حملة الأعلام بأرض طابور الكلية الحربية، وردد الطلبة الجدد قسم الولاء. وألقى اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين، ونقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدا أن اختيارهم تم بكل شفافية وحيادية وبناء على كفاءتهم ولياقتهم الطبية والرياضية والعلمية والنفسية، مشيرا إلى أنهم صفوة وخيرة شباب مصر. وأشار الطلبة الجدد إلى اعتزازهم بالانتماء للعسكرية المصرية العريقة. كان حلمي من وأنا صغير أن أكون يعني جندي من جنود الجيش المصري، والحمد لله حققته، إن شاء الله أقدر أعمل حاجة لمصر في المستقبل إن شاء الله. والله بدأ من أول ابتدائي، بدأت أشوف الكليات العسكرية ديت يعني حلم وشرف لأي حد يلتحق به. الحمد لله أنا حققت حلمي ودخلت الكلية الفنية العسكرية. كان نفسي أخش الكلية الحربية وأبقى ضابط في القوات المسلحة، فبصراحة فرحت جدا والحمد لله والله. الفخر والشرف طبعا الالتحاق بالمؤسسة العسكرية المصرية، ونيل شرف الانضمام للقوات المسلحة، وإني أخدم بلدي بشكل أفضل لما أكون ضابط وطبيب في نفس الوقت. إحساس عظيم طبعا وفرحة كبيرة جدا بإني تم قبولي في المؤسسة العسكرية، يعني إحساس بشرف عظيم جدا فعلا إن حابة في مكان فيه أبطال، وان شاء الله هكون احد الابطال دي وهشرف مصر باذن الله. مفيش احلى من ان انت تبقى بتحقق حاجه انت بتحلم بيها من وانت صغير. حلمي هو اصلا ده كان هدفي من وانا في تانية ابتدائي، ان انا ابقى ضابط في القوات المسلحه، وشعور عمر الواحد يعني ما كان حاسه قبل كده، يعني ليها شعور تاني وليها احساس تاني خالص مختلف عن اي حاجه. طبعا الواحد يتشرف ان هو يبقى في مكان زي ده. واعرب اهالي الطلبه المستجدين خلال حفل الاستقبال عن سعادتهم الغامرة لانضمام ذويهم للقوات المسلحة. والله يا الإحساس ما توصفش دلوقتي خالص، يعني إحساس عمري ما حسيته قبل كده. إحساس ما توصفش، لأن الكلية الحربية والكلية العسكرية والكليات العسكرية والكلية بصفة عامة أو الجيش المصري شرف عظيم. الوطن ده شيء غالي جدا علينا، جدا تراب الوطن ده غالي جدا. عندي ولدين وبإذن الله بإذن الله الولدين هيبقوا فدا الوطن برضه وفدا ترابه. طبعا احساسي لما محمد يعني تم التحاقه بالكليه العسكريه حاجه يعني ما اقدرش اوصفها لك، حاجه جميله جدا. وبعدين سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الوطن اغلى من اي شيء، احب البلاد اليني. والله شعور اول مره احسه، وبقيت في عمال اعيط في ذهول بفرحه، حاجه اول مره في حياتي احسها. الحمد لله ربنا يكرمه ويوفقه ويكون فداء لبلده وفداء لوطنه، يكون قد المسؤولية يتحمل المسؤولية. أوصي بلدك كده عرضك وكل حاجة، يعني إحنا دي بلدنا. طبعا إحنا الحمد لله كأسرة قدمنا 2 أو طالب مقاتل في الكلية الحربية، وأنا جندي في القوات المسلحة بقضي الخدمة العسكرية، فطبعا ده شرف لينا، شرف كبير نفتخر ونعتز به يعني. ودايما الجيش المصري حمى ودرع للبلد وللوطن باذن الله. وفرحانه جدا جدا ان هو دي حاجه برضو تشرفنا، وان هو ربنا يقويه يا رب وكده ويكون قد المسؤوليه. انا بقول له خلي بالك من نفسك وتخلي بالك من بلدك اهم حاجه. اعظم شيء ان انا احس ان ابني بيخدم في بلد ويبقى ضابط من ضباط الجيش في البلد، دي حاجه يعني اعظم امنيه كنت اتمناها في حياتي. والله العظيم احنا جينا في اشرف مكان في الكره الارضيه، أشرف مؤسسة. طبعا زي ما كان شرف ليا قبل كده ان انا انضم لصفوف القوات المسلحة، وهيفضل شرف
شرف لأخويا النهاردة أنه يكمل المسيرة إن شاء الله، وهيفضل شرف لأي حد مدى العمر يعني، لأن ما فيش رسالة أشرف من اللي احنا بنعمله أو القوات المسلحة بتقدمه فعلا في حماية مصر وحماية يعني أولاد مصر كلهم. في إطار استراتيجية الوزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 50,091 قضية تمونية متنوعة مستندية وعينية، من بينها 110 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 21,708 اسطوانة، وضبط 103 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 6,636,239 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 389 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت أكثر من 434 طن سلع مدعومة وحوالي 60.5 طن أسمدة مدعومة. كما تم ضبط 182 قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 206 طن أرز أبيض، وضبط 97 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 819.5 طن. كما تم ضبط 28,804 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت حوالي 1,127 طن دقيق بلدي، وضبط 6 قضايا حجب أعلاف بمضبوطات بلغت أكثر من 152 طن أعلاف حيوانية، وضبط 20 قضية بيع بأزيد من السعر للأعلاف بمضبوطات بلغت أكثر من 614.5 طن أعلاف حيوانية، وضبط 294 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام بمضبوطات بلغت أكثر من 912.5 طن أعلاف حيوانية، وأكثر من 723.5 طن أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية، وضبط 147 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 744 طن سلع ومواد غذائية متنوعة و 315.5 طن دقيق أبيض. كما تم ضبط 16,408 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات قاربت 898.5 طن سلع غذائية متنوعة وحوالي 572 طن دقيق أبيض، إضافة إلى ضبط 22 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 178 طن أسمنت و10 طن حديد. كما تم ضبط 1,711 قضية في مجال حجب أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 15,957.5 طن أرز شعير، وضبط 543 قضية في مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 1,867.5 طن أرز شعير. كما تم ضبط 1,243 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 353,033 عبوة.
وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 2,644,736 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1,396,527 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 16,606 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 809 سائقا منهم. كما تم المرور على 1,037 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,909 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 4 حالات. كما تم فحص 3,371 مركبة وتبين مخالفة 101 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 1,299 سيارة و196 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 18,720 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 2,972 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 3,641 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 8,716 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 10,021 مخالفة ملصقات وضبط 45 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 352,244 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 305,601,789 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1,281 قضية، من بينها 721 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 560 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 252 قضية بقيمة مالية بلغت 618,986,103 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 12,717 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 18,733,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 52,202,948 جنيها. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 668 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 570 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 79 طن. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 487 طن. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 4 أطنان. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 668 قضية، من بينها 218 قضية خبز ناقص الوزن و227 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر
من 18 طن. قال مدير عام الشركة الطاقة الوطنية الأوكرانية فلاديمير كودريدسكي إن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية للطاقة في البلاد وصلت إلى مستوى غير مسبوق. وأضاف كودريدسكي أن مستويات الضرر غير مسبوقة بسبب تعرض جزء كبير من المنشآت والمواقع للتدمير والتلف، مؤكدا أن الأمر سيستغرق شهور إن لم يكن سنوات لاستعادة عمل شبكة الكهرباء الأوكرانية بالكامل، لافتة إلى تسجيل أضرار كبيرة في مرافق الطاقة ولا سيما في مقاطعتي نيكولايف وخاركيف وخيرسون. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مواصلة عملياتها العسكرية في منطقة دونيتسك التي تشهد معارك مع الجيش الأوكراني. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية شنت هجوما بريا على منشآت مرتبطة بالصناعات الدفاعية الأوكرانية منخرطة في صنع مسيرات هجومية لشن هجمات ضد روسيا. نفذنا هجمات على مدن أوكرانية عدة من بينها كييف في ليلة رأس السنة، استهدفت منشآت لصناعة المسيرات بهدف إحباط هجمات يجرى التخطيط لها ضد روسيا. كما شنت القوات الروسية هجوما جويا دقيقا بعيد المدى على منشآت للصناعات الدفاعية الأوكرانية المنخرطة في صنع مسيرات هجومية تستخدم لشن هجمات ضدنا، فيما نواصل عملياتنا العسكرية في دونيتسك. دعا بابا الفاتيكان البابا فرانسيس لتحقيق السلم في البلدان التي مزقتها الحروب ومن بينها أوكرانيا. وخلال كلمته لاستقبال العام الجديد دعا البابا فرانسيس للصلاة من أجل ضحايا الحروب في كل مكان ممن يعانون من الفقر والبرد والظلام والخوف والعنف، كما حث الجميع على العمل من أجل تحقيق السلم وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي، مؤكدا على أهمية التحلي بالأمل. In altre regioni semina morte e distruzione. Ведери проклятые! التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. صندوق النقد الدولي يتوقع عاما اقتصاديا صعبا، ويقول إن إصابات كورونا في الصين نبأ مقلق للاقتصاد العالمي. قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستانيلا جورجيفا إن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي. وتوقعت جورجيفا دخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود في 2023، لافتة إلى أن زيادة إصابات كورونا في الصين تمثل أنباء مقلقة للاقتصاد العالمي في الأجل القريب. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إمكانية عبور مواطني كرواتيا الحدود الداخلية والبحرية لمنطقة شنغن بحرية دون ضوابط. وفي كلمة لها بمناسبة انضمام كرواتيا لمنطقة شنغن واليورو، أشارت فون دير لاين إلى أنه اعتبارا من مارس المقبل سيمكن لمواطني كرواتيا السفر جوا إلى جميع دول منطقة شنغن الأخرى دون مزيد من الفحوصات أو ضوابط جوازات السفر. It is a day to celebrate. هذا يوم فرح وفخر للشعب الكرواتي
لأنه دليل على رحلته الرائعة وعمله الدؤوب. إنه يوم احتفال ليس فقط للكروات ولكن لجميع المواطنين الأوروبيين. ومن الآن فصاعدا يمكن للكروات عبور الحدود الداخلية لمنطقة شنغن بحرية دون ضوابط، كما هو الحال هنا في معبر بريغانا وجميع المعابر البرية الأخرى مع سلوفينيا والمجر، والبحرية أيضا مع إيطاليا. واعتبارا من مارس المقبل سيمكنهم السفر جوا إلى جميع دول منطقة شنغن الأخرى دون مزيد من الفحوصات أو ضوابط جوازات السفر أو قوائم الانتظار. أعرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن توقعه بانخفاض التضخم في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى 7% وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، ولكنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد. وفي تصريحات صحفية قال ليندنر إن المستوى المستهدف للتضخم يظل عند 2%، ويجب أن يكون هذا هو الأولوية القصوى للبنك المركزي الأوروبي والحكومة الألمانية. قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن كوريا الشمالية ستواصل الاستفزازات النووية والصاروخية، وإنه ينبغي للجيش الكوري الجنوبي أن يرد بشكل واضح حسبما ذكر مكتبه. جاء تصريح الرئيس الكوري الجنوبي ردا على دعوات بيونغ يانغ لزيادة ترسانتها النووية، وفي أعقاب عملية إطلاق جديدة للصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية. دعت رئيسة تايوان إلى السلام مع الصين داعية إلى استبدال الأنشطة العسكرية في جميع أنحاء تايوان بالحوار والتعاون. وفي كلمتها بمناسبة العام الجديد قالت إن السلام والاستقرار في المنطقة مسؤولية تقع على عاتق أعضاء المنطقة وهي التوقعات المشتركة للجميع. أدعو إلى استبدال الأنشطة العسكرية في جميع أنحاء تايوان بالحوار والتعاون، فالسلام والاستقرار في المنطقة مسؤولية تقع على عاتق أعضاء المنطقة وهي التوقعات المشتركة للجميع. فمنذ جائحة كورونا إلى التغيرات السياسية والاقتصادية في العالم يواجه الجميع نفس التحديات، ولم تكن الحرب مطلقا خيارا لحل المشكلات، ولكن الحوار والتعاون اللذان يهدفان إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي المتبادل والتنمية هما ما سيجلب الأمن والسعادة إلى مزيد من الناس. أدى لولا دا سيلفا اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل وسط إجراءات مشددة بالعاصمة برازيليا. وأدى لولا دا سيلفا اليمين في الكونغرس البرازيلي وسط حالة من التوتر إثر الانتخابات التي شهدت أجواء مشحونة. وأكد الرئيس البرازيلي الجديد أنه سيعمل على جعل بلاده في طليعة الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى اعتزامه إلغاء بعض القرارات السابقة الخاصة بحمل الأسلحة، مع إجراء تحقيق فيما قال إنها أخطاء حكومية سابقة بشأن كيفية التعامل مع جائحة كورونا. O inimigo mortal do homem é a miséria. Mais miserável do que os miseráveis é a sociedade que não acaba com a miséria. Agradeço a presença das autoridades nacionais que aqui estão, imbuídas do propósito de união nacional. Agradeço igualmente as autoridades internacionais que se fizeram presentes, nos honraram. Thank you.
عقد حزب الإصلاح والنهضة الجلسة النقاشية الرابعة من سلسلة الصالون السياسي حول موضوعات الحوار الوطني بعنوان أفاق التمكين الاقتصادي للمرأة في الجمهورية الجديدة. وتناول الصالون السياسي الإنجازات التي تمت في ملف تمكين المرأة، خاصة في المجال الاقتصادي والتحديات والفرص في طريق تمكين المرأة اقتصاديا وآليات تعزيز هذا التمكين. النهاردة الصالون الرابع بيتكلم عن تمكين المرأة في اقتصاديا، وده من الملفات المهمة جدا اللي هي بتندرج تحت المحور الاجتماعي في الحوار الوطني. واحنا عقدنا صالونات متعددة، والنهاردة بقى حبينا نناقش الصالون ده. الصالون ده احنا النهاردة هنناقش فيه محاور ثلاثة مهمة جدا. المحور الاول هو بيتعلق على التمكين العام للمرأة، ويعني ايه تمكين للمرأة، وخصوصا التمكين الاقتصادي في ظل الظروف اللي موجودة فيها البلد والمرحلة الراحلة البلد في المرحلة اللي جاية اقتصاديا. نسبة السيدات اللي بقى عندها حساب في البنوك حوالي 47.5%، نسبة السيدات اللي هم استفادوا من المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة هو 61.5%. فنجد ان هي منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وما زال التمكين الاقتصادي مستمر، وكل المؤسسات ليها دور بارز جدا في موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة. نحن نتكلم على التمكين الاقتصادي للمرأة، تحقق فيه أجزاء سواء من بداية 2017 لما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن 2017 هي عام للمرأة، لكن محتاجين أن يكون في تعزيز أكتر كمان للدور اللي بتقوم به المرأة. محتاجين بناء القدرات للمرأة علشان سواء كان في فرص العمل يكون لها فرصة أعلى في فرص العمل. التمكين الاقتصادي للمرأة هو من أهم الآليات اللي بتمكن المرأة في كل المحاور. يمكن في تمكين اجتماعي وتمكين سياسي، وكمان في الحماية، ده من ضمن الاستراتيجية بتاعة المرأة، لكن التمكين الاقتصادي هو أكتر المحاور اللي بيأكد عليها المجلس علشان تقدم المرأة وكمان زيادة عجلة الإنتاج في مصر. ملف المرأة ملف مشترك وقاسم مشترك بين عدد من المحاور، لأنه مش بس عشان المرأة نص المجتمع، عدد كبير من الأسر المصرية بتعولها امرأة بالكامل، ففي أهمية كبيرة أن احنا نناقش التمكين الاقتصادي للمرأة. يمكن كمان في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية اللي بتمر بيها البلد والعالم كله، احنا محتاجين اكتر نلاقي فرص اكتر تأثيرا واكتر استدامة. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن انفجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات غير القادرة. وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لملف الحماية الاجتماعية في مصر، حيث أكد البنك الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي اقترن بجهود لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لتشمل شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات التموينية. وأكدت الأمم المتحدة أن القيادة السياسية أطلقت مبادرة حياة كريمة لتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً، من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة. على مدار 8 سنوات شرعت الدولة في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة. هذه الجهود انعكست على رؤية المؤسسات الدولية لملف الحماية الاجتماعية، حيث أكد البنك الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي اقترن بجهود لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، في حين رأت الأمم المتحدة أن مبادرة حياة كريمة أسهمت في تحسين الظروف المعيشية وذلك للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً. بدوره رحب صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الأزمات الدولية لامتصاص الصدمات الخارجية. أما فيما يتعلق بالمبادرات الصحية وعلاج فيروس سي، فقد أكدت الإيكونوميست أن مصر قدمت دروساً للبلدان المختلفة في كفاحها ضد التهاب الكبد الوبائي وعلاج لفيروس سي. وفيما يخص ملف التمويل، زاد إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 50.2% بعد أن بلغ 343.4 مليار جنيه في عام 2021-2022، مقارنة ب 228.6 مليار جنيه في عام 2013-2014. وبالنسبة لمنظومة التموين والخبز، فقد ارتفع
المخصص للفرد على البطاقة التموينية لـ50 جنيها في عام 2022 مقابل 15 جنيها في عام 2014. وفيما يتعلق بالمعاشات فقد زاد الحد الأدنى أكثر من ضعفين، حيث بلغ 910 جنيهات في عام 2022 مقارنة بـ450 جنيها في عام 2014، بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 3 أضعاف ليبلغ 3000 جنيه في نوفمبر من عام 2022 مقابل 1200 جنيه في عام 2014. وتعد مصر ضمن أكثر الدول إنفاقا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تعد الأولى عربيا وأفريقيا ومن بين الـ50 دولة الأولى عالميا التي تضم دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. أخبار المال والأعمال ومرنا إيهاب، إليك مرنا. شكرا لكما يوسف وسحر، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. شهدت أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط فترة صعبة في عام 2022، حيث أثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا بشدة على معنويات المستثمرين. كما أظهر بيان صادر عن البورصة المصرية تسجيلها أفضل أداء بين بورصات منطقة الشرق الأوسط خلال 2022، حيث ارتفع مؤشر الأسهم القيادية EGX 30 محققا مكاسب سنوية بنسبة تقدر بـ22%. وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة مكاسب في الربع الأخير بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودعم البنك المركزي للسماح للمقرضين بقدر أكبر من المرونة في تداول العملات. صعدت الأسهم السعودية في ختام التعاملات لتبدأ عام 2023 على ارتفاع تماشيا مع التوقعات الاقتصادية في البلاد، في الوقت ذاته الذي كانت فيه معظم البورصات الخليجية الأخرى مغلقة بسبب عطلة رأس السنة الجديدة. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 7% مع صعود سهم أرامكو بنسبة تقدر بـ9%. وفي سلطنة عمان ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 3%. تسلمت جنوب أفريقيا من الصين مهام رئاسة مجموعة بريكس التي تضم برازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وذكرت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا أنها ستستضيف قمة بريكس في أغسطس من هذا العام، لافتة إلى أنها ستعمل خلال رئاستها على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي للدول الأعضاء في المجموعة. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى يوسف وسحر. شكرا لك ميرنا. تسببت العواصف القوية في هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج كثيفة على معظم أنحاء ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإغلاق الطرق السريعة مع استعداد الولاية لبدء عام جديد. وقالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إن جزءا من الولاية أغلق إلى أجل غير مسمى بسبب الفيضانات في الوقت الذي بلغ فيه معدل هطول الأمطار في مدينة سان فرانسيسكو نحو 12.7 سنتيمتر. والآن إلى آخر أخبار الكرة والملاعب. وميرنا إيهاب، شكرا لكما يوسف وصحر، والآن جولة رياضية جديدة في أبرز الأحداث محليا وعالميا.
تنطلق غدا مواجهات الجولة 11 من الدوري الممتاز، حيث يستضيف الأهلي فريق بيراميدز، بينما يحل الزمالك ضيفا على أسوان، ويلتقي المصري البورسعيدي مع الداخلية، في حين يواجه الاتحاد السكندري فريق أنبي. وخسر توتنهام هوتسبير من ضيفه أستون فيلا بهدفين نظيفين في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، وبهذه النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد توتنهام عند 30 نقطة في المركز الخامس. وتعادل تشيلسي مع مضيف نوتنغهام فورست بهدف لمثله في الدوري الإنجليزي، وبهذا التعادل ارتفع رصيد تشيلسي إلى 25 نقطة في المركز الثامن، بينما رفع نوتنغهام فورست رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن عشر. وفاز موناكو على ضيفه ستاد بريست بهدفين دون رد في الجولة 17 من الدوري الفرنسي، وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها تغلب نانت على ضيفه أوكسر بهدف مقابل لا شيء، بينما خسر ليون من ضيفه كليرمون فوت بهدف نظيف. وأعلن نادي أبولون ليماسول القبرصي عن ضم المحترف المصري عمرو وردة في فترة الانتقالات الشتوية، وكان نادي أنورثس القبرصي آخر فريق يلعب له وردة، حيث خاض معهم 53 مباراة، سجل خلالهم 12 هدفاً وصنع مثلها. أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن قطع إعارة حارس سلوفاكي مارتن دوبرافكا من مانشستر يونايتد، وقضى دوبرافكا 4 أشهر مع مانشستر يونايتد، شارك خلالها في مباراتين حيث استقبل هدفين في انتصار مانشستر يونايتد على أستون فيلا في كأس الرابطة، قبل أن يخرج بشباك نظيفة أمام بيرنلي في نفس المسابقة. انتهت الجولة الرياضية، والعودة إليكم مرة أخرى يوسف وصاحب. شكرا لك ميرنا. شهدت محافظة الأقصر احتفالات لأعداد كبيرة من المواطنين للاستمتاع والاحتفال بحلول العام الميلادي الجديد. وتزين كورنيش النيل في الأقصر بالأنوار وأشجار كريسمس، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية خلال احتفالاتهم بهذه المناسبة. احنا بنخرج احنا واصحابنا على الكورنيش، والحاجة دي برضو كويسة للسياحة، نشاط السياحة برضو، لما بيشوف الأهالي طالعة والناس بتحتفل بيكون شكل أحسن وأحسن يعني، ودي حاجة بالنسبة لنا احنا جميلة. أمنياتي إن ربنا يكرم كل الشباب في السنة الجديدة بإذن الله، وما يحرمش حد من حاجة نفسه فيها. بداية رأس السنة بداية عام جديد ملمومين احنا كده، احنا والأصحاب والأصدقاء، وجايين نحتفل مع أخواتنا المسيحيين على أرضنا وسط الآثار، وبنحتفل بالذكرى ده يوم مميز يعني بيجي مره في السنه، وان شاء الله 2023 تكون سنه فتحه خير علينا المصريين كلنا. والله ان شاء الله يوفق الناس كلها ويوفقنا باذن الله كده في السنه الجديده، وتبقى سنه سعيده على الناس كلها ان شاء الله. والان اخبار الطقس والارصاد الجويه. نعود فيها مره اخرى الى ميرنا ايهاب الاجنبي. شكرا لكما يوسف وصحر، والان وقفه اخيره مع احوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يزود غدا الاثنين طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 12، الأسكندرية 19-13، مطروح 19-12، بورسعيد 20-13، والإسماعيلية 21-10. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 10، العريش 19-12، طابة 20-12، شرم الشيخ 23-16، والغردقة 23-14. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 9،
أسوان 23/11، الوادي الجديد 21/9، شلاتين 25/15، وأخيرا حلايب العظمى 23 درجة والصغرى 16. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطات هذا اليوم. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بقيام صندوق مصر السيادي بتعزيز جهوده لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام. مدبولي يقول إن الحكومة تركز في الوقت الحالي على جذب الاستثمارات للعديد من القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني. أوكرانيا تعلن تضرر بنيتها التحتية للطاقة بشكل غير مسبوق، وروسيا تستهدف مجمعا صناعيا لإنتاج المسيرات الهجومية.
بهذه العناوين انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة مازال مستمر معنا ومعكم ويوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور، ازيك يا سحر؟ ازيك يا يوسف؟ كل سنة وانتم طيبين. طيب. وسنة سعيدة عليكم جميعا. يا رب يا جماعة، ويا رب تبقى سنة سعيدة بيضاء خضراء على الكل ان شاء الله جميعا. يا رب فبراير 23 تنتهي بقى الحرب الروسية والاكرانية كما بدأت بعد سنة من عام ان شاء الله. يبقى كفاية كده، هم عملوا السنة كفاية. يا ريت قبل فبراير كمان، يا ريت بكرة، يعني كلنا نتمنى على كل ان ربنا كبير باذن الله يجعلها سنة كويسة على كل الإنسانية إن شاء الله بإذن الله. أشكركم جدا يا جماعة. أنا هسيب النهارده يوسف في حاله عشان بس أول السنة 1 يناير شعلق كرافتة المرة دي يا يوسف حبيبي والله. إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله. ألف شكر ليكم، واستأذنكم نبدأ فقراتنا.